اخد عبر الهاتف الان الكابتن الكبير الاعضار من الملعب هذه المباراه كمدير فني الكابتن احمد سمير مدرب عام فريق بروكسي بعد اداء مشرف جدا وكبير جدا من هذا الفريق المتواجد في دوري الدرجه الاولى باداء رائع جدا حرفيا يا جماعه احرج نادي الزمالك. كابتن احمد مشرف ومنور وبهنيك على الاداء والصوره المشرفه. حبيبي يا كريم ربنا يخليك حبيبي حرمش منك كلك ذوق كريم ربنا يخليك يا حبيبي. النهارده مباراه كبيره انتوا فاجئتوا حتى اللي بيتفرجوا ما اظنش ان انتوا فاجئتوا بس الزمالك في الملعب احنا اتفاجئنا الفريق من اول دقيقه نازل وبيهاجم وند للزمالك مش فريق خايف او فريق شايف انه الزمالك وطبيعي الزمالك فريق كبير ويخوف بس انتوا ما كنتوش خايفين في ارض الملعب بصراحه. والله يا كريم الحمد لله انا عندي شغل 40 يوم بس انا بقالي 40 يوم مع الفرقه دي وقعدنا مع كابتن محمد انا وكابتن محمد وقلت له احنا يبقى لينا استراتيجيه وشكل تاني ان شاء الله نلعب عليه وحطينا سيستم الفتره اللي فاتت اشتغلنا عليه وده ادائنا اللي احنا بنلعب بيه. انا من الناس اللي بحب العب كوره والعب كوره في الرجل والدنيا بتبقى بالنسبه لي مفيش مشكله خالص والحمد لله عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا لعيبه صغيره في السن ولعيبه تقدر تحدد وتشكل فيها زي ما انت عاوز وبشكرهم على الاداء ده واحنا بنلعب نادي كبير من اكبر فرق في افريقيا واسم كبير واحترمنا جدا جدا نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك احترمناهم كتير جدا يا كريم وده اللي خلانا نوصل للمرحله دي وحتى واحنا كسبانين بنلعب كوره ما عندناش مشكله واحنا خسرانين داخل دقيقه بنلعب كوره وبنوصل للجول كنا جايين نتمتع نفسنا كان كلامي كله مع اللعيبه انا وكابتن احمد حامد ان احنا جايين نتمتع ونعمل ماتش كويس نعرف للناس منظومه بروكسي فعلا منظومه تستحق الاحترام وده اللي احنا الحمد لله خرجنا بينا انا ببارك نادي الزمالك على صعوده وانا كمان خارج كسبان ومبسوط بالاداء واللعيبه وكل حاجه الحمد لله. ده كلام محترم جدا وكلام كبير جدا انتوا وصلتوا لحد الدقيقه 78 كنتوا متقدمين على نادي الزمالك حسيت في لحظه انها قربت حسيت انك هتعمل المفاجاه ولا كنت عارف انه الزمالك بخبرات لاعبيه هيقدر يعوض؟ لا والله وانا في ارضيه الملعب ما كانش عندي شك خالص كنت حاسس ان الزمالك طبعا نادي كبير وممكن في اي وقت يرجع لكن انا كنت حاسس برضو ان انا قريب للمكسب والفرقه بتأدي بشكل كويس جدا ووضعنا في الملعب كان مخليني مطمن ومرتاح لكن انت عارف طبعا كره القدم في اوقات كتير جدا كابتن كريم بتحس ان المكسب قريب ليك وتروح للخساره اوقات كتير بتحس الخساره قريبه ليك وتروح للمكسب وهي دي كره القدم يعني فبالتالي انا ما كانش عندي شك خالص عارف المباراه صعبه طبعا جدا 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 وممكن الزمالك يرجع في اي وقت بس احنا زي ما بقول لك والله كان هدفنا ان احنا نيجي نتمتع ونعمل مباراه كويسه نعرف الناس ان الفرقه دي فرقه محترمه وفيها لعيبه محترمه تستحق انها ان شاء الله في اقرب وقت تكون ضمن منظومه الدوري الممتاز باذن الله. عظيم جدا حسيت ان انتوا في الوقت الاضافي تحديدا الوقت الاضافي الثاني الفرقه وقعت شويه بدنيا حسيت كده؟ لا خالص والله انا جمعت اللعيبه بين الشوطين بين الثالث والرابع وقلت لهم احنا خسرانين 3-2 فاحنا بالتالي احنا محتاجين ان احنا نرجع للمباراه فهنلعب ضغط عالي الفتره دي عشان نقدر نرجع ان شاء الله باذن الله بهدف يخلينا حتى نوصل ضربات الجزاء وفعلا كان لينا ضغطنا ورحنا وحمودي راح بكورتين وميسي راح بكوره اللي كان فيها شك ضربه جزاء فاحنا كنا حتى الشوط الرابع كنا قريبين برده من ان احنا نرجع كريم انا بشكر اللعيبه لان اللعيبه كانت فعلا تكتيكيا وبدنيا في احسن حال واحسن وضع لينا واحسن سيب لينا فبشكرهم على المجهود الكبير ده واتمنى ان شاء الله ان هي تكون بدايه ثقه ان شاء الله تدينا دفعه للست ومتوشه اللي جايين ان احنا ان شاء الله باذن الله نكون موجودين في دوري المحترفين الموسم الجاي ان شاء الله ان شاء الله. طيب وانتوا مبسوطين وراضيين عن الاداء اداء الفريق ليه كان في بعض الاعتراضات على الحكم النهارده؟ لان احنا انا ضربه الجزاء الاولى كريم كنت انا على الخط كانت قريب جدا مني فهي كان فيها شد من حسام عبد المجيد وكانت واضحه جدا دي ما اتحسبتش الثانيه كانت بعيده شويه عن ميسي بس احساسي ان ميسي لما عدى الدنيا بالنسبه له سهله هو سهله كان يحط الكوره فاذا هنا اللي انت سهل انك تحط الكوره اكيد حد عرقلك انك ممكن ما تحطهاش يعني فبالتالي المسافه قريبه جدا بينه وبين عواد ان هو يقدر يجيب جول انت النهارده مش هتقدر تجيب جول فانت اكيد حد عاق ان انت ما تقدرش تجيب جول هي دي بس كان اعتراضنا على الحكم لان برضو لو رجعت الهدف الاولاني اللي دخل فينا من الاساس كانت الكره مع مصطفى حماده وكانت فاول لينا في نص الملعب قطعت من مصطفى وفاول لينا وبعد كده جت كورنر علينا والكورنر ده اثر على هدف التعادل بتاع حاتم اللي هو في اخر الشوط الاول فاحنا كنا حاسين ان الكابتن وليد كان جاي علينا شويه يعني لكن احنا بنحترم القرارات في الاول وفي الاخر ودي حال كره القدم دايما انت بتكون حاسس ان ليك حاجه بتعترض او عليك حاجه بتعترض هي الكوره كده كده. طيب وانا بذاكر فريق بروكسي قبل المباراه لقيت احمد شكري في قائمه الفريق هو فين احمد شكري؟ احمد شكري انا بتكلم على احمد شكري لاعب النادي الاهلي الاسبق قبل ما اجي احمد
كان في حصل مشكله ليه في النادي وكان انقطع عن التدريبات وانا فعلا سالت عليه قبل اول ما جيت، بس عرفت ان هو كان في مشكله بقاله حوالي شهرين قبل ما ناجي منقطع عن التدريبات، وكانش عندنا وقت ورفاهيه ان احنا نرجع الموضوع لان احنا ما عندناش غير فاضلنا شهر واحد بس في الدوري، واحنا كمان فتره طويله منقطع فما كانش يلحق يجهز بدنيا، ففضلنا ان احنا نكمل المجموعه اللي موجوده دي وبعد كده نشوف الوضع بالنسبه لاحمد وضعه ان شاء الله. لكن احمد طبعا لاعب كبير، وحتى كان كلام الكابتن محمد حامد معايا ان هو كان اضافه للفرقه في الفترات الطويله، لكن انت عارف كره القدم فوات بيجي لك بعض المشاكل كده بتخليك تبعد عن المستطيل الاخضر، لكن ان شاء الله باذن الله اتمنى له التوفيق ويكون باذن الله اقرب وقت يعني ان شاء الله، او حسب ما الاداره شايفه. هنقعد مع الاداره طبعا استرباتي مستفريد وشوقي وعبد الحاج فيصل ونشوف الدنيا فيها ايه مع كابتن محمد ان شاء الله الفتره الاخيره. ان شاء الله كابتن احمد سمير مدرب عام نادي بروكسي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى على الاداء الجيد اللي عملته النهارده قدام فريق نادي الزمالك في بطوله كاس مصر دور ال 32.